احنا للامانه وجدنا ما يهول له، يعني نشيب ما مما وجدناه. احنا تعهدنا في البدايه ان احنا ما لن نذكر اي معلومه الا بمستند، لن نذكر اي معلومه الا بمستند. وانت حداهم القطاع النفطي اللي قاعد يولول الان، انت حداك تعال هنا، تعال لنا في المجلس، تعال عندنا في المجلس انت وقياداتك وقدام الناس، ونسمعهم ونسمعهم ونوريكم الاوراق اللي انتم مقدمينها. كل الاوراق اللي اخذناها ترى اخذناها منهم، اخذناها لان احنا كنا نعلمها، واحيانا كانوا يخفون عنا المستندات، لكن طلعنا المستندات بطريقتنا ووجهناهم فيهم. واذا كانوا يملكون الجرأة القطاع النفطي ومؤسساته وقيادنا، حياكم الله، تعالوا المجلس في اليوم اللي تبون، انتم ومستشارينكم وموظفينكم تعالوا هني وقدام الرأي العام هني في المجلس، وراح نطلع كل مستند يعريكم، كل تجاوز مالي واداري سويتيه راح نطلع لكم بالمستند. اما تقعدون تضغطون وتقعدون تطعنون باللجنه وتقعدون تطعنون بعمل اللجنه وتطعنون باللي متوصلنا له، لانكم ما تبوننا نكشف الفساد اللي وصل له المرفق القضائي. وانا قلتها في الصيف اللي فات، صيف ساخن، وهذا اللي تحقق الان. طلعنا كل الادله، ما حد يقدر يتكلم، سمو رئيس مجلس الوزراء، وزير النفط، تقرير موجود بالأدلة بالمرفقات، اقروا زين وشوفوا شنو اللي موجود فيه من التجاوزات. هذه توصيات احنا قدمناها، وعلى الحكومة، احنا ما قاعدين نلعب ولا قاعدين نتجاوز، احنا نمارس حقنا من خلال ما هو موجود في الأوراق. الحكومة نقول لكم هذه الأوراق وهذه المستندات، وراح يدرج في الجلسة بمستنداته. إن لم يكن هناك تطبيق وتنفيذ للتوصيات فالجلل أكبر، إن لم يكن هناك تطبيق لهذه التوصيات راح نوقف المسؤول عن حده. هذه التوصيات تخص الشارع، حكومة جديدة تقول احنا ضد الفساد، يلا شوف شوف اللي عندك، عقود بالمليارات قاعد تخسر، توظيف الشباب قاعدين يحاربون في هذه مصالحهم، اللي قاعد يولول من قيادات خليه يجي، خليه يجي هنا ويعرض اللي عنده، وخلي نشوف اللي عنده ونعريهم قدامكم قدام الشعب. لكن ان شاء الله لجت الجلسة المخصصة راح نعريها وراح نعريهم بهالمستندات الموجودة. لكن كلمة الأخيرة أقولها للحكومة، التقرير قدمناه والتوصيات مثبتة بالأدلة والبراهين، توظيف غير مباشر وتعدي غير مباشر وحنمان الكويتيين وتعيين أبنائهم وتعيين أصحابهم وتعيين معارفهم بدون وجه حق، تحميل المال العام كلفة، تعيين مستشارين من أصدقائهم بدون إعلان بعد ما خرجوا تقاعد، تعيين وافدين برواتب عالية، تعيين وافدين برواتب متوسطة. كل الأعمال هذه يقوم فيها كويتي يحاربون، اتضح لنا أن محاربة الشباب الكويتي. لذلك هذه التوصيات مهمة جدا، اللي علينا سويناه، وإحنا قدمنا اللي علينا، والباقي الآن الكرة في ملعب مجلس الأمة في قبول هذه التوصيات. الشارع الكويتي كله ينتظرها 6-7 أشهر. احنا التوصيات، هذه التوصيات المطلوبة، إذا ما تم تنفيذ التوصيات المطلوبة تحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة وقريبا جدا جدا. إذا ما وافقت الحكومة على هذه التوصيات وعلى تنفيذ هذه التوصيات، إذا كانت تدعي الحكومة أنها حكومة إصلاحية، هذا بيني وبينكم، البلد مليانة فساد في الفترة الماضية، بلد مليانة فساد في الفترة الماضية، كل يوم حالات نيابة، هذا جزء من مسلسل الفساد الموجود اللي قاعد ينخر فساد في البلد. إذا الحكومة ما حولت النيابة، إذا الحكومة ما نفذت توصياتنا، الحكومة كاملة برئيسها راح تكون شريكة في هذا الفساد وتتحمل مسؤوليتها السياسية قريباً.